السلام على الحسين الوجيه وعلى جده وأبيه وعلى أمه وأخيه وعلى التسعة المعصومين من بنيه ورحمة الله وبركاته. السلام على الحسين وعلى شيعته وزواره ومحيي شعائره ومحبيه. السلام عليكم أحبتي متابعي قناة الإمام الحسين عليه السلام الفضائية، حياكم الله ومرحبا بكم ووقت مع منصة الأربعين من جديد من كربلاء المقدسة من باب قبلة عرش الله مرقد أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ننطلق وإياكم اليوم السابع من صفر ذكرى استشهاد الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. ننطلق بداية بأحر التعازي لمقام صاحب الأمر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف ولأهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولمراجعنا العظام العاملين، ونخص بالذكر المرجع الديني الكبير آية الله العظمى السيد صادق الحسين الشيرازي دام ظله، وإلى كل المؤمنين والمؤمنات. منصة الأربعين من كربلاء المقدسة، بداية ننتقل ولقطات من مسيرة الزائرين المليونية نحو كربلاء وهذا الزحف المبارك المقدس، وهذه اللقطات من الناصرية، ونعود إلى فقرات منصة الأربعين. جديد حياكم الله متابعي قناة الإمام الحسين عليه السلام الفضائية، عودة وإياكم وأولى فقرات منصة الأربعين لهذا اليوم. البداية من لبنان الحبيبة والأستاذ الشاعر فؤاد دهيني، حياكم الله أستاذ فؤاد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام، كل الهلا بيك أستاذ العزيز. أحياك. الله يبارك بيكم إن شاء الله. عظم الله أجوركم. وأجوركم إن شاء الله، كنا نتمنى أن تكون حاضرا وتقف على منصة الأربعين وتتشرف بزيارة المولى، لكن إن شاء الله قريبا أنت ومن تحب تحت قبة الإمام سلام الله عليه. الله. نستمع لمشاركتكم أستاذ فؤاد. نعم. نستمع للمشاركة. قصيدتي لأصحاب الإمام الحسين عليه السلام سلام الله عليه، بعنوان فمن هم. من الماء جاءوا كاشفين له سرا، فما أمنوا للطين، لم يفتحوا صدرا، أضاءوا بلا شمس تمنن وهجهم، فمن هم وهل سالوا بلا غيمة نهرا، وفاحوا بلا ورد يشير لخطوهم، فكيف أتوا سبحان من مدهم عطرا. أكان الحسين الصبت يشبل طينهم، لذا ولدوا من صلب قبضته صخرا. كم افتكروا منحاتهم من نخيلهم،
نعم. إذا الأرض ساءت أن تخط المدى صحرا. جميل. فما أجلوا للريح موعد قبضهم، متى فتحت ثغرا أحاطوا بها تمرا. تراهم ندام الموت قد سكروا على عناقيد أسياف ولم يشربوا خمرا. لكثرة ما شدت على قصب الردى أناملهم، ناياتنا تقطبت شعرا. جميل. وقد أسقطوا الأزمان إذ تعبت من القطاف، وهم في الزرع ما تعبوا بذرا. الله. وما اتخذوا من ليلهم جملا، وغازلوا الموت حتى استشهدوا كلهم عطرا. أنا لم أجد يوما رجالا يتاجرون في ذاتهم، باعوا المدى واشتروا قبرا. جميل. ترى عابسا والسيف يسرح ضاحقا ويزرع فوق الأرض من دمه فكرا. زهير رمى الدنيا يطلق زهوها، ويعقد مع آل الحسين الردى عمرا. وليل مضى في وجه جون لأحمر من الورد، فابيض المدى زاهيا فجرا. يا سلام. وشيخ تجاعيد لابن مظاهر، تعيد شباب الأرض تبتكر الزهرا. مين؟ وتمتد في الحر الرياحي لحظة، تفوق كنوز الكون بل ما ارتقى كسرى. ولي لأصحاب الحسين ملامة، ولي حسد لم أكن معهم صبرا صبرا. فمن عيني اليمنى أسيل أدمعي، وتجهل ما هامت من الأدمع اليسرى. جميل جميل. وأنحر إكراما لمن وفد الهوى، قطيعا من الشكوى وإبلا من الذكرى. رجال قضوا عشقا جنونا مرمدا، هوى فلسفيا بالحسين رؤى فكرا. تخفوا كغابات المجاز، تخفوا كغابات المجاز، متى رأيتها أبهمت، ما إن عميت بدت تعرى. أريد عصا موسى أشق إباءهم، لأغرق فرعون الضباب لكي أقرأ. سخلت مرارا كي أفسر لغزهم، خرجت بألغاز ولم أكتشف أمرا. جميل. خرجت بألغاز ولم أكتشف أمرا. أحسنت يا أستاذ فؤاد، بارك الله بك في ميزان حسناتك إن شاء الله. شكرا لمشاركتك ويانا. أحبائي متابعينا في كل مكان، الآن المشاركة لكربلاء المقدسة للشاعر محمد عبد زيد من كربلاء، نرحب به على منصة الأربعين إن شاء الله. مثل ما تشاهدون اللقطات مستمرة وياكم على الشاشة من طريق الناصرية، الزائر يتوافدون بالملايين نحو كربلاء من أجل إحياء زيارة الأربعين. حياك الله أستاذ محمد، كل أهلا بيك ومرحبا بيك.
أهلا وسهلا بك ساد أحمد. أعزي الأمة الإسلامية جمعاء بذكرى أربعينية الإمام الحسين، كما وأعزيهم ثانية بمناسبة استشهاد الإمام الحسن في 7 من صفر. نستمع للمشاركة. وبما أنه اليوم ذكرى استشهاد الإمام الحسن، أقول وحق الألف لام ميم والصاد، وحق الألف لام ميم والصاد على حب الحسن والله القلب، والصاد خسر كل من يدور الوجه، والصاد ساكن في سقر ابن الدعية. القصيدة لسيدي ومولاي الإمام العباس عليه السلام، سلام الله عليه، أقول فيها: يا سيف قصيدة وعدل للميزان، يا قصة عشق قائد ومقيودة، من تهجم حدر رجلك تموج القاع وتخلي الزلم على الأرض ممدودة. سلمت الأمر بيدين معروفات الحسين وآمنت للموت بعهودة، طريق الحق إلك واضح يا أبو الكلفات، يا فارس يطره للردب زودة، شامخ كالنخل ما تحني يوم الراس، شامخ كالنخل ما تحني يوم الراس، ابن حيدر علي وأيامهم سودة، الوقفة وقبالك بالحرب مولاي، بوب الشردة عدهم صفت مسدودة، ثار البطل عباس خلى النهر دم، ثار البطل عباس خلى النهر دم، شن صولة الكرار بوجه العدو تم. ونرجع لابو فاضل صاحب الغيرة، مو مثل الزلم بفعاله متحزم، فعل وارث الغيرة موش بس أقوال، أبوه المرتضى ومن عده متعلم، قاد المعركة واغضب على الكفار، قاد المعركة واغضب على الكفار، أغروب القيادة وقال ما سلم، هو ابن الصميدة وصاحب الوقفات، نار بنص هشيم لسانه ما يتمتم، نار بنص هشيم لسانه ما يتمتم. أحسنت يا أستاذ محمد، بارك الله بيك، شكرا على مشاركتك وحضورك ويانا، وإن شاء الله في ميزان حسناتك. أشكرك أستاذ، شكرا جزيلا. الله يبارك فيكم. بعد مشاركة الأستاذ محمد عبد زيد من كربلاء، الآن المشاركة لمدينة النجف الأشرف، مدينة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، الشاعر الشاب مقتدى سامح. حياك الله يا مقتدى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عظم الله لنا ولكم نجف أصحاب الإمام الحسين وأهل بيته الأكرام. السيدة زينب تخاطب الإمام العباس تقول له: راسك على الرمح وجفوفك على القاع، راسك على الرمح وجفوفك البلقاع، حتى بهاي راسك ظال عالي، دمك طاح منك لاح التراب، التراب بثمن لا صار غالي، تخيل راس رمحك هسه ينزار، الراس الذي ينزار تالي، انت هواي مو واحد يا عباس، هواي انت وريدك شوف حالي، عفت انا تشوف منقع بماي، وعفت جودك هذاك وعفت خالي، العطش يا اخوي يبس كل الورود، وكلام الله العطش هم صار والي، بس اتحسران عليك عباس، كونك انت امي لا ابالي، العطش والماي وصياط اللي يضربون، وخزر الشام تولوع الجهالي، فدوه يروح عن النظرات العيون، الك انت ابو فاضل يا حلالي. احسنت. ومقطع الثاني، السيدة زينب أيضا تخاطب الإمام العباس عليهم السلام، تقول له: يا أخويا النار من الخيم وصلاه رقية، وهذا كل جرى وصلاه، نقضي اليوم كل صوم وصلاه، وثواب أهدي للمعافى خية، ولف مرة سلام عليك يا حسين، وبالمحشر أنا ترجاك يا حسين، أتيهن حيل من دونك، ظلم الدنيا وعيونك، باسمك هم يحلفونك، بزينب هم يصبرونك، وذا رايد احلفنك بزينب انا بزينب انا وذا رايد اصبرنك بزينب انا حلفنك، وين مش ودير العين يا حسين، احضرنا عليك الهاشميه. واخيرا السيده زينب تقول لي: يا حسين الصبر يراد، مرات الليالي خلاف وجهك صفن، مرات بكثر ما حاسبان عليك، مرات ألف وكسر رايح راد بيه.
وسلامتكم وعدنا على طالب. احسنت الله احسنت يا مقتدى وان شاء الله, الله في ميزان حسناتك. الله يعطيك العافيه. شكرا لك ولحضورك. احبائنا متابعي قناه الامام الحسين, كل المحبه والتقدير للشاعر الشاب مقتدى سامي من النجف الاشرف. ننتقل واياكم ولقطات من مسيره الزائرين نحو كربلاء ونعود الى باقي فقرات منصه الأربعين. خليكم ويانا. رجعنا وياكم أحبائي متابعي قناة الإمام الحسين عليه السلام الفضائية, وعودة إلى باقي فقرات منصة الأربعين ومن كربلاء المقدسة والشاعر علاء الطرف. حياك الله يا علاء. حياكم الله وأعظم الله لنا ولكم الأجر بمصابنا بإمامنا أبا محمد الحسن بن علي وأبا عبد الله الحسين عليه السلام. وبما نحن أننا في أيام الخدمة المباركة, نعم, فلأبطال الخدمة الحسينية أقول أخذ منها الجوائز واغنم الفرصة, أخذ منها الجوائز واغنم الفرصة, باكر ثق تفوز بهاكلك حصة, أخذ غترة أبوك وعصب انت الراس, واخذ حزامه لبسه وظل نفس حرصة, دشاديش المضو البسهن بكل دور, اللي يخدم واللي يعز وثالم القرصة, الباكع للمصاب مكحل العينين, الباكع للمصاب مكحل العينين, اللي يذب دمع الحزن حد ما نشف فصه, اخذ هذا الورث خليه ورث للجاي, باكر للي خلفك سولف القصه, نياشين الخدام تعلم الاجيال, سولف بالعلل ما بيها بد نصه, باكر بالحشر واقف بسد حسين, باكر بالحشر واقف بسد حسين, ما همك حسابه ولا تمر غصه, باكر من عبيدي يقول ابو السجاد, وسيماء الخدم مختوم بالقصه, الخادم بالحشر للجنه طب مسرور, خادم بالحشر للجنه طب مسرور, اليم رب الجلال حسين بيوصي, كان بموكبي يخدم شقد زوار, واشوف على السكك للجاي يتودد, يسهر هالليالي ونيم الخطار, يغطي بزايري وما همه لو يبرد, بدخان الطبخ شفتش كثر مخنوق, كنا يقول زينب والخيام اشهد, خنقتها العقيله العبره والدخان, شي هم العبد لو وجهه صار اسود, بجمرات الطبخ ما ننشوح حفاي, ولا بينا رقي على الجمر تنرد, ولا شفنا يتامى تلوذ من الخيل, والبعض بيها الحوافر دوس الحوافر بيها تتحدد, ولا سهم العطش يذبح رضيع بهاي, بس جمرة رضيعك بينا تتوقد, شفتهم بالعزه باللطم بالزنجيل, جوقات الخدم ليليه بالمرقد, امسابق والخدم زين وينافس زين, للجنة السباق العهد يتجدد, بهام الهادي علما درب الحسين
ابهام الهاد علما در بالحسين ونور البار صاغه در بالحسين اذا فد يوم عفته در بالحسين وحق حيدر تتيه للمنيه وانا المعيش بالدنيا بلا حسين انا المعيش بالدنيا بلا حسين ووقت كل ما يمر بيه بالاحسن خادم دوم ملاكي بل حسين يشرفنا عبد لابن الزكيه هذا والسلام عليكم ورحمه شكرا الله. شكرا لك يا علاء منوني من عندك. الان المشاركه للمهوال من كربلاء المقدسه مراد المالكي. للمهاويل دور كبير وحضور مهم ومشاركات خصوصا بميادينهم ولهم الحق ان يكون لهم مشاركه ويانا في منصة الأربعين. ومنذ العام الماضي أو أكثر استمرينا أن تكون هنالك فقرة وهنالك مشاركة لأحد المهاوي. اليوم مشاركة من كربلاء المقدسة وهو المراد المالكي. حياك الله يا مراد. أصلك أستاذ محمد الله يحفظك. نعزي الأمة الإسلامية باستشهادها بالأحرار، عظم الله لكم الأجر. نستمع. يا درب حسين يا درب حسين لو عوف بيخته العقل والمذهب بروحي، يا درب حسين لو عوف بيخته العقل والمذهب بروح بيختال بشهر بشهر عاشور احس ونت بيختي القمر والمشن صوب الغاضري، ويا درب حسين لو عوف بينشال جدم والنعش للبرزخ بينشال ذا وقت السب الزينب بينشال القيامة تصبح على جيوش مي. عندما علمت العليلة عليها أفضل الصلاة والسلام بأنها لن تذهب إلى كربلاء لأنها غير قادرة على الرحيل فأرادت أن تخبرهم بأنها قادرة، قول بويا على حل قلبي رجيت الدلوش مرت وراع ورويت النوكله وشبعت الياع، على حل قلبي رجيت الدلوش مرت وراع ورويت النوكله وشبعت الياع، رجعت للبيت اكن سلسقف ويا القاع كله كله ولا وياكم كل ولا وياكم يصح يوم وداع، ياخذون ارده فرش بيد العم مصلى ياخذون ارده فرش. احسنت. فاخبروها عندما نستقر في كربلاء سوف ياتي علي الاكبر وعمك العباس لياخذوك. تقول بكثر بكثر ما باوعت عين على عمي عود الطريق اللي يمر بيه احفظت بيت الدود، بكثر بكثر ما باوعت عين على عمي عود الطريق اللي يمر بيه احفظت بيت الدود، اللي ينطر غفت عينه ويفن ما مسدود، اظل اظل احسب نجم قمت بليال السود. شو تقول لعمها؟ قل لعمها هي ترد لا خل الموقي طال حفصوص هي ترد لا خل. احسنت. قول اوهوس اوهوس قلت عمي يمر من يا صوب اوهوس قمت عمي يمر من يا صوب وربع مناطر ما يوصل يعقوب، اوهوس اوهوس قلت عمي يمر من يا صوب وربع مناطر ما يوصل يعقوب، مثل باب الحسن ظلت ببيت البوب. شو تقول لابو فاضل؟ تقول لعمه هي هي ترد لا خوف الباب بجد ويقصو يا ترد لا خوف. واخيرا اشقط طلعت روايه اشقط طلعت روايه وعلت ويل نجوم ما طول ذكرها ورخص بيها السوم، ابو فاضل اللي يعجد رايتك لا ما يرد مندوم، يا ابو رايه الذي جابت كثير علوم ويا ابو شفت سطرة ما يرد يقوم بيده الرايه شي خالص الطف بيده الرايه. احسنت 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 يا مراد الله يبارك فيك. شكرا لحضورك محمد ومشاركتك. كل المحبه والتقدير للاحبه ضيوف هذه حلقه هذا اليوم من لبنان. كان معنا الاستاذ الشاعر فؤاد ادهيني ومن كربلاء ومن النجف. صراحه كل يوم يكون لنا حضور ويكون لنا مشاركه ويكون لنا اهتمام بنقل شعائر زيارة الأربعين بداية من مسيرة زوار الأربعين إلى كربلاء. لا تزال الملايين وافدة وقاصدة ومتوجهة
إلى كربلاء المقدسة. مثل ما تشاهدون على الشاشة لقطات المسيرة المليونية من الناصرية، كل التحية والمحبة والتقدير للأخوة في كادر البث المباشر لكل مناطق العراق وكل منافذه الحدودية. ونقول باسم العراق وباسم أهل العراق وباسم خدمة الحسين في العراق وباسم مواكب العراق وهيئاته ومضايفة وبيوته وحسينياته، كل الهلب زوار الحسين من كل القوميات والجنسيات ومن كل طبقات المجتمع والثقافات، مرحبا بكم وأنتم تحيون ذكرى زيارة الأربعين، الذكرى الزينبية العظيمة التي هي علامة من علامات المؤمن، بل هي أهم علامات المؤمن. هذه الزيارة التي يصف بها الإمام الصادق من يؤديها بالدعاء له بأخي، الإمام المعصوم يدعو للزائرين بأخوتي. شوفوا النعمة شلون. اللهم ارحم تلك الوجوه التي حرقتها الشمس، مرحبا بزوار الحسين، مرحبا بحجاج الحسين، مرحبا بمحيي شعائر الحسين، مرحبا بمحيي شعيرة زيارة الأربعين. نحن من باب قبلة الإمام الحسين الآن ومنذ أول يوم سفر تقريبا بدأت المواكب تنتشر، بدأ الزوار يدخلون، بدأت المواكب تقدم الخدمات للزائرين من مختلف البلدان وليس من مختلف مدن العراق فقط. العراقيين تلقاهم أصحاب موكب، أصحاب عزاء، أصحاب مضيف، يعزمون الزوار، مدينة ترحب بمدينة، والكل يرحبون بالقادمين لهم من خارج العراق. شارع قبلة الإمام الحسين المواكب نصبت، الموائد امتدت كما هي ممتدة على كل طرقات العراق وفي كل أزقته وفي كل بيوتاته وحسينياته ومواكبه وهيئاته. ونحن في منصة الأربعين نقدم جل المحبة والتقدير لكل خدام الحسين، كل في عنوانه، مكاتب المراجع، الهيئات، المواكب، منظمات المجتمع المدني، المؤسسات الخيرية والمجتمعية، شيوخ العشائر، الدوائر الحكومية الخدمية، الحكومات المحلية، وخصوصا في كربلاء لهم جميعا أطيب التحية. ولكم أحبتي متابعي قناة الإمام الحسين مني ومن كادر برنامج منصة الأربعين أطيب المنى والتحية. استودعكم الله على أمل أن نلتقيكم غدا وحلقة جديدة من منصة الأربعين. في أمان الله.